إذا السلام عليكم في فيديو جديد ودرس جديد مع مدرسة دائما في مادة الرياضيات. هذه المرة كنطرقوا لدرس التكامل، وفي هذا الفيديو هنركزوا على التقديم ديال هذا المفهوم اللي كتشوفوه أول مرة في البكالوريا. إذا التصميم ديال الدرس يكون على الشكل التالي، هنبداو بالتعريف ديال التكامل، نشوفوا أمثلة، شوفوا الخاصيات اللي خصكم تعرفوها حول هذا الدرس، وأخيرا تطبيق من أجل كيف العادة نرسخوا ونزاولوا المفاهيم اللي كنا شفناها في هذا الفيديو. إذا بالنسبة للتعريف، لتكون بوتيت اف دالة عددية متصلة على القطعة AB، بما أن f متصلة فإنها تقبل دالة أصلية كنرمزو ليها غرون اف. كنذكركم أن غرون اف دالة أصلية للدالة بوتيت اف على القطعة AB، المعنى تاعها هو أن بالنسبة لكل x ينتمي لـ AB، غرون اف بريم دو x كتساوي بوتيت اف دو x. هذا تذكير بالنسبة لكشي اللي شفتوه في الدرس ديال الدوال الأصلية. إذا العدد غرونت اف دو بي ناقص غرونت اف دو أ يسمى تكامل الدالة اف من أ إلى بي، وكنرمزو ليه الرمز التالي لانتيغرال من بوتي تحت البوتي بي ديال اف دو إكس دي إكس. هذا هو الرمز ديال التكامل ديال الدالة اف من بوتي تحت البوتي بي. نكتبو إذا لانتيغرال من أ حتى بي ديال اف دو إكس دي إكس يساوي، كنديرو معقوفتين هنايا، المعنى تاعهم شنو هما؟ هما التغيرات ديال الدالة الأصلية غرون اف دو إكس من بوتي تحت البوتي بي اللي كتساوي غرون اف دو بي ناقص غرون اف دو أ. نمر الآن لبعض الأمثلة باش نمارسو فيهم هاد التعريف الأول اللي شفناه ديال التكامل ديال الدالة. كنذكركم أن إلا كانت عندي بوتي اف دالة متصلة في قطعة AB، فإن التكامل ديال بوتي اف دو إكس دي إكس من أ حتى بي هو تغيرات ديال الدالة الأصلية لي بوتيت اف، كنديرو غرون اف ديال بي ناقص غرون اف ديال أ. هاد الخاصية هادي نحاول نطبقوها بالنسبة للمثال الأول ديال تكامل من صفر حتى لواحد ديال إكس مربع دي إكس. إذا أول شيء، إلا اعتبرت الدالة ديالي اف دو إكس هي إكس مربع، الدالة هاد الدالة هادي فإنها متصلة في المجال صفر واحد، قطعة صفر واحد، وكنعرف الدالة الأصلية ديالها. شفنا جميعا العام الماضي أن إكس أس 3 الكل بريم اش كيساوي 3 في إكس مربع. يعني ماذا؟ يعني أن الدالة الأصلية ديال إكس مربع هي 1 على 3 في إكس أس 3. وبصفة عامة الدالة الأصلية ديال إكس أس إن، بصفة عامة عندي إكس أس إن الدالة الأصلية ديالها هي 1 على إن زائد 1 في إكس أس إن زائد 1. إذا الدالة الأصلية ديال إكس أس إن هي 1 على إن زائد 1 إكس أس إن زائد 1. متفقين؟ هاد الخاصية هي نطبقوها، وكنستنتجو إذا أن الدالة الأصلية ديال إكس مربع هي إكس أس 3 على 3 غرون إف دو إكس هي إكس كوب سور 3. وبالتالي كنطبق العلاقة ديالي. العلاقة أش كتقول ليا؟ تغيرات من صفر حتى لواحد ديال إكس أس 3 على 3 كما كتلاحظوا الداخل عندي غرون اف دو اكس. وكندوز التطبيق العددي كنحصل على 1 على 3 في 1 اس 3 ناقص 1 على 3 في 0 اس 3 يعني 1 على 3. هذا بالنسبه للمثال الاول. المثال الثاني خصني نحسب التكامل ديال من ناقص 1 حتى الصفر ديال اكسبونونسيال ناقص اكس دي اكس. الى حطيت الداله ديالي بوتيت اف دو اكس هي اكسبونونسيال ديال ناقص اكس، بغيت واحد الدالة غرون اف دو اكس اللي كنبحث عليها، بحيث غرون اف بريم ديال اكس كتساوي اكسبونونسيال ديال ناقص اكس. نعطيكم هنا واحد الخاصية عقلوا عليها في الدراسة ديال الدوال الأسية. إذا كانت عندي اف ديال اكس كتساوي بصفة عامة اكسبونونسيال ديال واحد العدد بوتيتا في اكس، فإن الدالة غرون اف ديال اكس اللي كتساوي اكسبونونسيال أ في اكس مقسوم على أ، طبيعة الحال هنا أ خصو يكون يخالف الصفر، داكوغ؟ فإن غرون اف دو إكس هي الدالة الأصلية ديال بوتيت اف. كنلقاو غرون اف بريم كتساوي اف دو إكس إلا طبقتو قواعد ديال الإشتقاق اللي شفناها في درس ديال الدوال الأسية. نحاولو نطبقو هاد القاعدة بالنسبة لأ كتساوي ناقص واحد. في حالة أ كتساوي ناقص واحد يكون عندي اف دو إكس هي إكسبونونسيال ناقص إكس، وغرون اف دو إكس كتساوي هي ناقص إكسبونونسيال ديال ناقص إكس. إذا الآن يصبح ممكن حساب التكامل ديالي. كنلقاو
تغيرات ديال ناقص اكسبونونسيال ناقص اكس من ناقص واحد للصفر اش كتساوي؟ كتساوي ناقص اكسبونونسيال ديال ناقص صفر يعني ناقص واحد ناقص ناقص اكسبونونسيال ديال ناقص ناقص واحد يعني او موان زان. في المثال الاخير كناخذ هذه المره الداله سينوس ديال تي من صفر لبي على زوج، بالعاني خديت هذه المره تي في بلاصه اكس باش نبدل لكم شويه المعطيات، ولكن المبدا تبقى هو هو. شنو هي الداله الاصليه ديال السينوس؟ شنو هي؟ شفنا جميع العام اللي فات في درس الاشتقاق ان كوسينوس ديال تي الكل بريم اش كيساوي ناقص سينوس ديال تي. اذا الى اعتبرت الداله ناقص كوسينوس فان الداله ناقص كوسينوس هي الداله الاصليه ديال السينوس. دابا نطبق العلاقه ديالي، دونك هنا وسط المعقوفتين كندير ناقص كوسينوس ديال تي، وفاش كنبغي نعوض كنلقى ناقص كوس بي سور 2 موان اونتر بارونتيز ناقص كوس ديال الصفر اللي كتلاحظوا هنا كوس بي سور 2 كتساوي الصفر ناقص كوس ديال الصفر كتساوي ناقص واحد. النتيجه النهائيه ديالي هي ناقص واحد، هي واحد عفوا. انا نمر لبعض الخاصيات. لتكون اف و جي دالتين متصلتين على مجال اي و سي او بي عناصر من غرون تي، الفا و بيتا كذلك عناصر من اخ. خاصيه واحد اش كتقول لي؟ الانتغرال من بوتيتا حتى لبوتيتا ديال اف دو تي دي تي اشنا هي؟ كناخذ داله اصليه غرون اف ديال اف غرون اف دو ا ناقص غرون اف دو ا، اذا اش كتساوي؟ كتساوي صفر. خاصيه زوج اش كتقول لي؟ الانتغرال من ا حتى لبي ديال اف دو تي دي تي هي ناقص او كتساوي ناقص او المقابل ديال الانتغرال من بي حتى ا ديال اف دو تي دي تي. من سهل تبينوها، نخليكم تبينوها بوحدكم. الخاصية الثالثة، الانتغرال ديال اف دو تي دي تي كتساوي الانتغرال من بوتي تا حتى لسي ديال اف دو تي دي تي زائد الانتغرال من بوتي سي حتى لبي ديال اف دو تي دي تي. الخاصية الثالثة، الانتغرال من ا حتى لبي ديال اف دو تي دي تي هي الانتغرال من ا حتى لسي ديال اف دو تي دي تي زائد الانتغرال من سي حتى لبي ديال اف دو تي دي تي. اش كنلاحظوا؟ أن هاد السي هادي تقدر تكون كيف ما بغات تكون، في الاخر كطير كتبقى لي غير من ا حتى لبي. كتفكرنا طبيعه الحال هذه العلاقه هذه بعلاقه شال اللي شفناها في المتجهات. اذا هذه العلاقه كتحمل نفس الاسم كنسميوها علاقه شال. الخاصيه أربعة كتسميوها الخطانيه. الانتغرال ديال الفا اف دو تي زائد بيتا جي ديال تي كتمكننا نخرجوا هاد الثوابت خارج الانتغرال. كتولي عندي الفا الانتغرال من ا حتى لبي ديال اف دو تي دي تي زائد بيتا الانتغرال من ا حتى لبي ديال جي دو تي دي تي. اخيرا خاصيه خمسة، بالنسبه لكل تي كينتمي ل ا بي بحيث اف دو تي اكبر من او يساوي الصفر وبحيث بي اكبر من او يساوي ا، إذا كانت عندي بصفة عامة واحد الدالة عددية موجبة وبي أكبر من أ، فإن التكامل من أ حتى لبي ديال هاد الدالة الموجبة هادي كيبقى موجب. عقلوا على هاد الخاصية تقدروا تحتاجوها. والخاصية الأخيرة كتقول لي بالنسبة لكل تي ينتمي إلى المجال أ بي بحيث اف دو تي، تقول لي بالنسبة لكل تي كينتمي قطعة أ بي بحيث اف دو تي أصغر من جي دو تي، ودائما هاد بي خصها تكون دائما اكبر من ا، كندخلو بالتكامل كيولي عندي الانتغرال من ا حتى لبي ديال اف دو تي دي تي كيحافظ على الترتيب اصغر من او يساوي التكامل من ا حتى لبي ديال جي ديال تي دي تي. عقلو مزيان، فاش كندخل بالتكامل شريطه ان تكون بي كبر من ا دائما كنحافظو على الترتيب، تكون في خاصية 6 ولا خاصية 5. مفاهمين؟ إذا نمر الآن إلى التطبيق ونطلب منكم تحسبوا لي التكامل التالي. الانتغرال من 1 حتى 4 ديال 1 على إكس مربع زائد 1 على جذر إكس دي إكس. كنعطيكم مهلة زمنية ديال 5 دقائق باش تحاولوا تجاوبوا على التمرين لوحديكم، من بعد تشوفوا الجواب. إذا باش نجاوبوا على هذا السؤال كنكتب الدالة ديالي اف دو اكس كتساوي 1 على اكس اس 2 زائد 1 على جذر اكس. دابا انا شنو بغيت؟ بغيت واحد الدالة غرون اف بحيث غرون اف بريم كتساوي 1 سور اكس او كاري زائد 1 على جذر اكس. ياكم داكوغ.
في هذه الحالة هذه خصني نلقى الدالة الأصلية ديال هذا الطرف الأول بوحديتها والدالة الأصلية ديال هذا الطرف بوحديتها كذلك. دونك كندير غران اف ديال اكس بالنسبة للدالة واحد على اكس مربع، شنو هي الدالة الأصلية ديالها؟ كنعرفوا جميع نشتقوا واحد على اكس نلقاو ناقص واحد على اكس مربع، إذا الاشتقاق ديال ناقص واحد على اكس هو واحد على اكس مربع. دونك لقينا الدالة الأصلية ديال الطرف الأول ديالي. بالنسبة للطرف الثاني اللي هو واحد على جذر اكس، كنعرفوا جميع أن جذر اكس الكل بريم اش كيساوي؟ واحد على اثنان جذر اكس. ياكم شفنا هادشي العام اللي فات. إذا فاش كنعتبر دالة اثنان جذر اكس كندير ليها الاشتقاق ديالها اش كنلقى؟ واحد على جذر اكس. يعني ماذا؟ يعني أن اثنان جذر اكس هي الدالة الأصلية لواحد على جذر اكس، وبالتالي لقيت تعبير ديال الدالة الأصلية ديالي. الآن ما بقى لي إلا نطبق داكشي اللي شفتو في هاد الدرس. إذا التكامل من واحد حتى الربعة ديال واحد على إكس مربع زائد واحد على جذر إكس دي إكس أش كيساوي؟ تغيرات ديال الدالة ناقص واحد على إكس زائد اثنان جذر إكس من واحد حتى الربعة. وفاش كنعوض أش كنلقى؟ ناقص ربع زائد أربعة الكل ناقص ناقص واحد ناقص واحد زائد اثنان. إذا كندير عملية حسابية بسيطة أش كنلقى؟ كنلقى أن عندي هنايا ثلاثة ناقص واحد على أربعة، وبعد توحيد المقامات النتيجة النهائية ديالي هي 11 على أربعة. كنتمنى أن هذه هي النتيجة اللي لقيتوها. إذا كنتمنى أن الفيديو نال إعجابكم، في أمل اللقاء بكم في موعد آخر مع إي مدرسة. شكراً.